افتح سنه اللهم صل على النبي. كسره جو كسره جو جوز جوز رب الصلاة على النبي جوز امسح الليل على شفتها دي كده دحشه كسره جو طب مشاها كده خد ورينا الحمارة ده عضمها عامل ايه بالصلاة على النبي دي ابنها ذكر تركبها خطوة كده ولا ايه؟ هركب ليه انا هركب ليه؟ هي ماشية بالصلاة على النبي عضم مطلوب فيها كم دعم محمد؟ عايز فيها كم عايز فيها كم اللي يرضي ربنا؟ تعالى بالصلاة على النبي وراها ذكر اهو مطلوب فيها 10,000 جنيه لا 15 10,000 جنيه 15 لا والله يا اخي اللي يرضي اللي يرضي ربنا 10,000 15 الله؟ اه والله الله اخلع عايز فيها كام؟ 15 15,000 اه اللهم صل على النبي 15 ده جا كسر جوز كسر جوز الناس دول عرب وده احلى حمير يعني لفها كده يا عم محمد تعال ركبها يا عبد الله كده اه مش عايز تمشي عشان بنتها بس تعال على هنا تعال اطلع على طول الصلاة على النبي تعال يا عبد الله الحمارة دي كسرة جوز لسه جحش مش اضربها يا ابني هي مش عايز تمشي عشان بنتها بس بس انزل يا عبد الله من عليه انزل يا عبد الله اللهم صل على النبي كسره جوز مطلوب فيها 10,000 جنيه ريل بول 15,000 بس احنا هنبيع ب 10 ليه يا عم 10,000 جنيه بالصلاه على النبي عظمه سليمه اهو الله اكبر ايوه ب 10,000 جنيه ما هو عادل ربنا احنا بنتكلم في العاد لو طالب 15 بس هتسوى 10 وربنا يبارك للجميع وراها ذكر وراها ذكر من السلاله الحلوه برضه